ليست هناك إحصائية دقيقة عن الأطفال المصابون بالفشل الكلوي في مصر، لكن الإحصائيات التقريبية بتقول إنهم حوالي 15% من مرضى الفشل الكلوي، البالغ عددهم 44 ألف مريض. حياة صغيرة بيستنزفها المرض يوماً بعد يوم. صغار لا يلعبون ولا يستمتعون بالطفولة لأنهم يقضون معظم الوقت على أجهزة الغسيل، ويعني حياة صعبة جداً. بيسعدني يكون معنا أستاذة سكر أنور، أهلاً بحضرتك. ومحمد، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. سلامتك. وأستاذة إيمان مصطفى، وعامر ده ابنك، وندى بنتي، الاثنين ولادك. محمد عندك كم سنة؟ 18. عندك 18 سنة؟ وانت مولود بال يعني مال جالك ازاي؟ جالي بعد 6 سنين. بعد 6 سنين؟ من ايه بقى؟ طب انت رحت المدرسة؟ ما رحتش مدرسة خالص؟ طب بتغسل كم مرة في الأسبوع؟ 4 مرات؟ كل مرة كم ساعة؟ 3 ساعات؟ طب أستاذة سكر، يعني من ايه جاله المرض واكتشفتيها ازاي؟ هو طول عمره هو صغير كان على طول مش بيقدر يمشي، فاكتشفناه عنده 5 سنين كده، وخمس سنين ونص فجأة نفخ كده ووديناه المستشفى، قالوا عنده فشل كلوي. ايوه، من ايه بقى؟ قالوا عنده ضمور في الكلياتينيه. بتغسلي فين؟ الشاطبي. انت من اسكندريه؟ عندك ولاد تانيين؟ عندي بنت وولد. الحمد لله كويسين. الحمد لله. وانت اللي بتروحي معاه في الجلسات؟ ايوه. طيب كام يعني، ولا انت ده الـ على نفقة الدولة؟ لا، هو تبع التأمين. تبع التأمين. والوحدات الغسيل فيها يعني بتحسي بالنظافة بالدقة بكل طبعا. بالمواعيد مظبوطة كل الحاجات؟ ايوه، مفيش انضف من الشاطبي يعني. نظيفة جدا. ما كانش ينفع يدخل مدرسة؟ هو كان في المدرسة بس مش بيروح على طول، عشان هم على طول تعبانين ما بيقدروش، ومنخفض خبطه، بيبقوا مركبين وسيلة يغسلوا منها فبنخافوا عليه. طب يعني هو دخل ايه؟ يعني هو بيعرف يقرا ويكتب؟ ايوه. يعني دخل لحد سنة كام؟ هو بياخد دروس بقى في البيت كده، ومدرسة الحلم الجميل ده. ايه مدرسة الحلم الجميل؟ في المستشفى عاملين لهم مدرسة. في المستشفى عاملين لهم مدرسة؟ ايوه. يعني هم بيعلموهم. لما يطلعوا بعد الغسيل فبيطلعوا بقى ياخدوا دروس وكده. بعد الغسيل يدوا له الدرس. جهد مشكور على كل حال من الجمعية، هنتعرف عليهم. بس محمد، انت بيبقى عندك وانت بعد ما بتقعد 3 ساعات كده، بيبقى عندك طاقة بعدها ان انت تعرف تعمل تاخد الدرس؟ ساعات وساعات. ساعات وساعات، ساعات تبقى. طب اثناء الجلسه دول بتعمل فيهم ايه؟ ولا حاجه. تقعد كده يعني مربوط كده في السرير ما بتعملش اي حاجه خالص؟ لا، قاعد بس. تبقى متضايق؟ اوكي. تبقى متضايق. عندك اصحاب معاك في الجمعيه؟ في ناس كده زيك؟ طب انت ايه اللي بيضايقك يا محمد؟ ان انت بتعرف تلعب زي زمايلك ولا انت دايما في البيت او في المستشفى؟ في المستشفى. استاذة ايمان، حضرتك كان عندك 4 اولاد. 2 البقال توفوا، وعندي ندى وعامر بيغسلوا، وعندي بنت الحمد لله سليم. طب الـ4 ايه، حاجه وراثيه بقى؟ المفروض انها حاجه وراثيه، بس بدات من عندنا، لان انا وجوزي مش قرايب، فاحنا عندنا جين في الدم شبه بعضه، فبيجيب طفل مريض، لما بيتحد بيجيب طفل مريض. انت عندك كام سنه يا ندى؟ 13. عندك 13 سنه ورحتي مدرسه؟
كنت بروح. كنت بتروحي لحد سنة كام؟ لا مش انا لحد دلوقتي بروح بس مش دايما. لحد دلوقتي بتروحي ومش دايما، بس انت مش عارفه انت في سنه كام؟ لا في اولى اعدادي. انت في اولى اعدادي؟ المفروض في اولى اعدادي. وشاطره في المدرسه؟ ايه اكتر مواد بقى بتحبيها في المدرسه؟ انا مش بروح. انت مش بتروحي خالص؟ لا ساعات وساعات لا. اخر مره رحت المدرسه امتى؟ من زمان. ايه؟ من زمان. من زمان؟ استاذه ايمان، يعني انت حياتك عامله ازاي؟ الله يكون في عونك طبعا، يعني اللي هو ما بين ندى وعامر دايما طبعا الوقت الغسيل. اكتر وقت بنقضيه في المستشفى اساسا. عامر عنده قد ايه؟ عامر عنده 5 سنين ونص. حبيبي غسل بقاله حوالي 6 شهور. طب عرفت ازاي ان هم مصابين؟ والله هو ابني الاولاني انا كنت رايحه للدكتور مصادفه كان لونه متغير ورحت له وقال لي ان عنده الكبد. كان عنده قد ايه لما رحت؟ كان عنده سنه ونص. عمر قال لي ان الكبد عنده متضخم شويه وهنعمل اشعه. بالصدفه وانا في الاشعه الدكتور قال لي انه يكاد مش لاقي كليه فلازم اروح مستشفى الشاطبي، فروحت وعملوا له تحاليل وكده وقالوا لي ان هو عنده ضمور في الكليتين وعنده حاجه اسمها اكزيما كارولي ولازم يغسل، وبدا يغسل من هو عمره سنه ونص. سنه ونص بيغسل؟ مات وعمره 2 ونص. ده عمر؟ ده عمر. بعد كده ربنا كرمني. اول واحد غسل عندي. بعد كده ربنا كرمني بندى كانت كويسه خالص، جبت بعدها محمد بعد ما بقى عمره سنه ونص برده، سنه وثمان شهور بدا يتعب كده، وديته للدكتور قال لي ان قلبه تعبان بسبب الميه اللي بترجع من الكلى لان الكلى مش شغاله، فوديته المستشفى وقال لي ان هو برده هيغسل. قعد 5 سنين ونص يغسل، بعد كده توفى. يعني الاثنين غسلوا على سنه ونص؟ عمر ومحمد. ندى غسلت وعمرها كان عندها 5 سنين ونص، كنت بعمل لها تقديم بالورق بتاع المدرسه وكده، وبعدين فجاه لقيتها تعبانه وعندها برد على طول، وكذا دكتور ماما توديها لاني ما كنتش قاعده معاها لان كنت قاعده دايما في المستشفى بمحمد. هي غسلت ومحمد لسه عايش. يعني انت في وقت كان معاكي 3 ولاد بيغسلوا؟ لا عمر كان اتوفى وبعدين محمد غسل 4 سنين وبعدين بدات ندى تتعب. فغسلت هي وهو سنه وشهرين تقريبا مع بعض، فعرفت ان هي تعبانه ودكاتره قالوا لي ان هي لازم تغسل. طب يعني الطفل اللي بقى عنده سنه ونص ويغسل بتتحكموا فيه ازاي؟ لا ما انت هو غصب عنه بيبدا يستجيب للي انت بتقوليه، يعني ده هو صغير ممكن تتحكمي فيه عن وهو كبير. يعني بيبقى هادي وساكت 3 ساعات على السرير؟ لا ما هو وهو صغير كده في منهم مش بيغسل، ما كانش محمد بيغسل غير بريتوني. بريتوني ده مركب قسطره مستديمه في بطنه بيقعد 2 يوم في الغسيل. يومين؟ 24 ساعه ويطلع تاني يوم، يعني يدخل مثلا النهارده الساعه 9 يطلع تاني يوم الساعه 9. فبيبقى نايم اكتر الوقت، بيحاولوا يهدوه وينيموه. لكن عامر مثلا حاليا مشكله وهو بيغسل طول النهار يعيط، لو مش المشرفات منتبهين له ممكن يشد حاجه يعمل حاجه، فده برده بيرجع للي في الوحده ان هم بيبقوا قاعدين كل طفل معاه حكيمه او مشرفه بتاعته خاصه بيه. انا عايزه اقول لك ان انت بطله بطوله خاصه جدا، يعني انت بتخلفي وتغسلي ويعني يعني وتشوفي بيتك، ويعني ازاي بتعملي الوقت ده؟ والله انا وكنت بتبقي حامل وبتغسلي وبروح بيهم المستشفى يجي بتشتغلي؟ لا. طب لما كنت بتولدي كنت بتعملي ايه في جلسات الغسيل بالنسبه كنت بروح يعني يعني عامل مثلا ولدته بعد 10 ايام نزلت على طول بندى وباباها ووالدتي راحوا بيها كام يوم، وبعدين انا نزلت على طول بعد ما ولدت بقى عامل عنده 10 ايام بدات انزل بيها عادي. كل مره كنت ربنا بيرزقك بطفل كنت بتبقى عندك مخاوف ان هو هيطلع زي الطفل اللي قبله، ولا بيبقى عندك امل ان هم يطلع خالي من دايما المرض؟ بيبقى عندي امل ان الطفل اللي جاي بيبقى احسن من اللي توفى، يعني تبقى صحته احسن. انت الحمد لله عندك حد سليم واحد. عندي بنتي الكبيره الحمد لله بتساعدك. عندها كام سنه؟ 18. طيب كويس ما شاء الله. طب بتصرفي منين بقى على والله باباهم بيشتغل كتير، مرتين بيشتغل في اليوم طول اليوم عشان يحاول يوفر على قد ما يقدر.
طبعا بيغسلوا على تبع التأمين الصحي، لان ما حدش يقدر على كل الغسالات دي. انا ولادي بيغسلوا 4 غسالات في الاسبوع. طب انت بتغسلي تأمين صحي زي استاذة صحة؟ طيب انت بس في حاجات اضافيه؟ طبعا اكيد. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نوفر، وجمعيه الحلم معانا بتوفر تقريبا نص اللي احنا بنوفره يعني. بالاشتراك مع بعض يعني، احنا بنوفر وهما بيحاولوا يوفروا على قد ما يقدروا. طب انت ندى، انت عايشه عادي؟ بتعرفي تنزلي الشارع تلعبي؟ عندك اصحاب؟ عندي اصحاب وبنزل الشارع، بس مش بقدر يعني العب معاهم وكده. ليه؟ مش بقدر اجري وكده. طب بتلعبي ايه؟ بنلعب لما بنيجي نلعب هما بيلعبوا وماما ترضاش تقعدني معاهم. مامتك ما بترضاش تقعدك معاهم؟ ترضيش ليه؟ لان ندى عندها اصلا قلبها تعبان كمان. يعني ندى المفروض انها محتاجه عمليه قلب مفتوح، بس حياتها الصحيه ما تسمحش بده، فالجري والحاجات دي بيطلعها تتعب. يعني هي غير الفشل الكلوي محتاجه. ما هو الفشل الكلوي ده اللي هو مضاعفاته، مش بيبقى فشل كلوي بس، يعني من كتر الغسيل مثلا الضغط العالي بيتعب القلب، بيأثر عليها، كتر الغسالات بتتعبها، الرئه عندها ما بتبقاش مستحمله يا حبيبتي، عظمها مش متحمل اي حاجه. ممكن مثلا تيجي تبقى نقعد مثلا اسبوعين ثلاثه نشيلها ونحطها لانها مش قادره تقوم وتقعد، لان عظمها تعبان فمش بتقدر على المجهود. هي نفسها تلعب مع الولاد دي، لكن انا ممكن اخليها تقف مثلا في البلكونه تشوفهم او تقعد معاهم شويه، لكن جري وتنشيط وكده لا، ما ينفعش. طب انت بتتضايقي لما ماما تخليكي ما تنزليش تلعبي مع اصحابك؟ بتتضايقي؟ طب انتوا المكان اللي انتوا بتغسلوا فيه ده يعني من الاماكن الكويسه في او الحديثه في اسكندريه؟ الحمد لله. انتوا لقيتوا المكان بسهوله؟ والله هو احنا كاطفال المفروض ان في اسكندريه عندنا اي طفل بقى عنده حاجه مزمنه بيروح على مستشفى الشاطبي، فبعد كده ممكن بعد كده يحولوه مثلا لو في طفل كبير شويه بيتحول مستشفى تانية، لكن على اساس حاله الطفل بيغسل في مستشفى الشاطبي، فدي تعتبر احسن وحده. يعني انا عدى عليا وحدات كتير بدون داعي طبعا لذكر حال، فدي تعتبر احسن وحده دخلتها هي الشاطبي. طب هم بيغسلوا في نفس اليوم ولا كل واحد فيهم بيغسل في يوم ولا لا؟ هم الاثنين عندنا حوالي مثلا 12 مكنه، فبيقعدوا مثلا في اليوم 12 طفل او 10 اطفال مثلا، وفي مكانتين على يعني اتم استعداد لاي طفل يدخل، لان الاطفال دي مش دايما مستقره. يعني ممكن ندى تبقى غاسله النهارده فجاه بكره اقوم من النوم الاقيها تعبانه جدا فاضطر اوديها يغسلوا. ايوه مثلا لو شربت شويه كتير. شربت ايه، ميه؟ ما هي ممنوع انها تشرب، بتاخد سوائل على كميات قليله جدا لانها مش بتعمل حمام والكليه مش شغاله عندها، فالميه دي بتتكون مع الرئه والقلب، لو ما غسلتش ممكن تموت. فلو غسلت، لو هي مثلا رحنا مثلا المناسبه وشربت حاجه ساقعه زي الولاد، ممكن تاني يوم تبقى تعبانه جدا فاضطر اخدها تروح الغسيل. طب والاكل بقى بتعملي ازاي في الاكل؟ دول لهم اكل مخصوص مش كده؟ المفروض اكلهم ملح قليل، بوتاسيوم قليل جدا. يعني مثلا لو هتعملي خضار لازم تنقعيه الاول او تسلقيه وتقلبي ميته، لان البوتاسيوم غلط عليهم برضو. ما تاكلهمش اكل من الشارع على قد ما تقدري طبعا، لأن ده لازم تقدري، مش على قد ما تقدري، ده لازم ما يبقاش في اكل من الشارع خالص، لان هما طبعا هما زي اي اطفال لو خرجتي بيهم ممكن يطلبوا اكل من سندوتشات من الشارع حاجه كده. طيب سكر، لقيت المشكله ان انت ان انت تلاقي مكان تغسلي فيه؟ لما المستشفى كان فيها مشكله تعبنا او ما كناش لاقيين مكان خالص. يعني قعدت من غير غسيل ولا عملت لا ايه؟ لا غسلنا. هم ودونا مكان غسلنا فيه في الميل ورجعونا تاني لوحده. انت يعني ايه اللي انت تقوليه؟ يعني لو انت عندك دلوقتي فرصة ان انت توجهي رسالة للدولة لوزير الصحة، ايه الاحتياجات من الخبرة اللي انت عشتيها؟ احنا عايزين مكان يعني عيالنا يغسلوا فيه على طول، عشان اصلا عيالنا دول لو حاسه لو طلعوا من الشاطبي هيموتوا. ايوه مفيش نظافه زيها، والمسات طبعا على مستوى يعني عالي، ما بيتعاملون كويس جدا، تعودوا عليهم. طب نفسك ايه لمحمد تاني؟ انا نفسي يزرع. نفسك يزرع كده. يا محمد انت نفسك في ايه؟ اني ازرع. تزرع كده؟ ان شاء الله يا حبيبي، وتبقى كويس جدا وتبقى زي
زمايلك الناس اللي في سنك وتستمتع بحياتك إن شاء الله. وألف سلام عليك، وبشكرك وبشكر مدام سكر وحسام وأحمد ومحمد، أسماء وهاجر ومسعودة وناصر وعماد. أنا حريصة أن أقول الأسماء دي كلها، دول 8 أطفال مصابين بالفشل الكلوي رفعوا دعوة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، طلبوا فيها بمصاريف الانتقال الشهرية المقدرة ب 600 جنيه شهريا أسوة بكبار السن اللي بيعانوا من نفس المرض. المحكمة ألزمت المسؤولين بدفع المصاريف. السؤال، هي الجهات دي كانت مستنية حكم محكمة عشان تعمل كده؟ لسه عندنا تفاصيل واستفهامات، مكملين بعد شوية.